القدس الكبرى مشروع هو الحلم بالنسبة إلى إسرائيل، وتسابق الزمن لتنفيذه على الأرض. المخطط يقضي بمصادرة آلاف الدنومات من أراضي الضفة وضمها إلى حدود القدس، بما في ذلك كتلة إفراط الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، وإقامة مشروع E1 الذي يمتد حتى البحر الميت شرقا. وبذلك تكون إسرائيل قد صادرت عشر أراضي الضفة الغربية. هناك مشروع للقدس عام 2050 تقضي بإقامة مستوطنات جديدة، توسيع مستوطنات قائمة، إقامة بنية تحتية، أنفاق، جسور، أيضا إقامة أكبر مطار في النبي موسى، إقامة سكك حديدية تصل ما بين البحر الميت ومدينة القدس، وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي اللي تصل مساحتها 10% مساحة الضفة الغربية. الاستيطان سيغلف القدس ويفصلها عن محيطها من المدن الفلسطينية، فيما تعمل الجمعيات الاستيطانية مثل عطارد كهنيم والعاد داخل الأحياء المقدسية لتهويدها والاستيلاء على أكبر قدر من المنازل والأملاك الفلسطينية فيها وتسريبها للمستوطنين في حرب ديموغرافية تريد منها إسرائيل تحويل الوجود الفلسطيني في المدينة إلى أقل من 12%. المشروع الإسرائيلي واضح في مدينة القدس، هو عملية تهويد في مدينة القدس وعمليات تطهير عرقي. التطهير العرقي يطال أحياء مقدسية كاملة كما يحدث في البستان وبطن الهوى ووادي صول ووادي الربابة في سلوان، بالإضافة إلى ما يحدث حاليا من عمليات طرد وتهجير بحق العائلات المقدسية في منطقة الشيخ جراح. وبحسب المخططات الإسرائيلية فإن العمل جار لتحويل الأحياء العربية إلى جزر متناثرة في القدس التي ستكون فيها الأغلبية يهودية، وما تبقى من فلسطينيين عليهم إما أخذ الجنسية الإسرائيلية أو مغادرة المدينة. تهجير آلاف الفلسطينيين عن مدينة القدس وإحلال المستوطنين في مكانهم جزء من مخطط إسرائيل الأكبر لمحو الطابع العربي الفلسطيني عن مدينة القدس. نسرين سلمي من مدينة القدس المحتلة، الميادين.